اهلا بحضراتكم مره اخرى، ولقائنا الاول على الهواء مباشره النهارده من خلال برنامج الحصاد، واللي بنخصصه للتعرف بشكل مقرب عن قسم مهم جدا في معهد تكنولوجيا الغذاء، هو قسم الخبز والعجائن الغذائيه. القسم ده بيهتم ببحوث الخبز وتطويره وتقديم عجائن بتحسن من صحه الانسان، ممكن تساهم في علاج امراض معينه او تقي الانسان من امراض معينه، ولهم اسهامات في مجال الخبز هنتعرف عليها عن قرب ونتعرف عن اهم الابحاث اللي بيجريها هذا القسم. معنا النهارده من اجل مزيد من الاضاءه على هذا القسم الدكتوره ايمان محمد سالم، رئيس قسم الخبز والعجائن الغذائيه بمعهد تكنولوجيا الغذاء. اهلا بحضرتك معنا يا فندم. دكتوره ايمان، يعني عايزين فكره عن يعني القسم ده داخل معهد تكنولوجيا الغذاء. احنا قسم الخبز والعجائن التابع لمعهد تكنولوجيا الاغذيه التابع لمركز البحوث الزراعيه وزاره الزراعه. في البدايه طبعا ارحب بحضرتك وشكرا للاستضافه. احب ادي فكره عن القسم. القسم يعتبر من أقدم الأقسام على مستوى جمهورية مصر العربية. بدأ نشاطه بوحدة بحوث الخبز سنة 1983، كنا تابعين لمعهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية. ابتدينا كوحدة بحوث خبز، وكان أول تعتبر بنية أساسية لأبحاث الخبز التطبيقية وخصوصا الخبز المصري. استمرنا على ذلك 6-7 سنين. ابتدت هذا الموضوع بالباحثين، دلوقتي هم مستشارين، يعتبر لهم الفضل الأول في تأسيس هذه الوحدة اللي حاليا دلوقتي تعتبر معهد تكنولوجيا الأغذية. ابتدوا بالتأسيس، ابتدينا بأبحاث عن الخبز، ابتدينا بعد كده تطوير. سنة 89 بقينا معمل مركزي للصناعات الغذائية، سنة 92 بقينا معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية يضم معظم الصناعات الغذائية. فإذا نقول نواة معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية هي بحوث وحدة الخبز الذي تتمثل حاليا بقسم الخبز والعجائن الغذائية. هايل. دور القسم ده إيه، أو الهدف من إنشائه كان إيه؟ طبعا هو اول حاجه خدمه الخبز. احنا لو تلاحظ حضرتك اسم الخبز والعجائن الغذائيه في بدايتنا واولويتنا وابحاثنا هي الخبز. حضرتك لما نتكلم على كلمه خبز، يمكن احنا البلد الوحيده في مصر اللي بنطلق عليها كلمه العيش وليس كلمه خبز، ممكن اي دوله ثانيه تروحيها يقولوا خبز. العيش يعتبر شيء اساسي في حياتنا تقريبا، دي بتضم كل الفقير والغني وكل الفئات الشعب. فكل اهتماماتنا فعلا بهذه الابحاث ومحاوله تطويرها. احنا بالنسبه لنا كقسم طبعا في جزء مهم جدا لابحاثنا على الخبز، ولكن لينا جهات برضو اخرى او ابحاث اخرى بحيث نفيد كل مستويات الفئات الشعبيه. فبالنسبه لنا حاليا في اثناء التطوير عملنا حاجه اسمها مخبوزات وقائيه. حضرتك المخبوزات الوقائيه دي تضم فئه حاليا يمكن فيها تطوير جامد من الباحثين اللي قاموا بتأسيسها وعاملين تطوير فيها جامد، وعاملين خدمة بصراحة مش قادرين نقول عليها يعني خدمة فعالة لفئة من الأطفال ذات مرض بنسميه حساسية الجلوتين، اللي هم ما يقدروش ياكلوا أي منتجات قمح سواء بسكوت خبز أيا كان. هذه الفئة يمكن المرض ده ما كانش معروف من مدة 10 أو 15 سنة، ويعتبر ده علاج وقائي، لان هو ده اساسها، ان اساس علاجهم انهم ما ياكلوش مخبوزات قمح لان بيبقى عندهم حساسيه. يعني مش عايزه ادخل في ناحيه علميه عن حاجه اسمها جلوتين، حاجه اسمها جليدين دي بتبقى عباره عن حامض اميني موجود في القمح، بتبقى ليهم ما فيش يعني بيبقى الجسم ما بيقدرش يمثلهم فبيقوم بعض المضاعفات. واحيانا كانت كتير زمان اطفال كانوا بيموتوا ما كانش معروف السبب ايه. فابتدينا ان احنا دول حاليا لما بتعرف المرض بيبقوا محرومين تماما من كل منتجات القمح. ابتدينا من سنه 92، بس كنا بادينه بصراحه كهدف قومي ان احنا نحاول نقلل استهلاك القمح. ابتدينا نعمل خبز اسمه الحبه الكامله من الذره. حبه كامله ما كناش بنطحنها. زي عيش الذره بقى. زي عيش الذره. بالظبط، لكن كنا بنعمله بتكنيك او تكنولوجي جديد، كنا بنعمل عمليه كوكينج او بنسميها سلق لحبه الذره ونطحنها بمطاحن خاصه، كانت بتدينا شكل عجينه، وكنا نبتدي نعمل شكل الخبز او اي منتجات اخرى ونبدا ننتج خبز منفصل الطبقتين الى حد ما يقرب شكل الخبز الشامي، لكن هو اصلا مكوناته 100% حب الذره، شامله الجنين بكل الفيتامينز والاملاح والبروتين اللي فيها، شامله بقيه حبه الذره من الانتوسبرم. بعد كده الزملاء بصراحه طوروا الابحاث، ما زالت ما اقتصرتش على ذلك، لا ابتدوا طب يطوروا حاجه اسهل، ان ازاي برضك عمليه السلق وعمليه برضك يعني صعبه وبعدين طحن. ابتدوا بصراحه نستخدم دقيق الذره المباشر
على طول. فابتدينا نعمل عمليه جلطنه، وابتدى دلوقتي هذا المريض اللي بنسميه مريض السيليك اسيد او المريض حساسيه الجلوتين بياكل زي اي انسان عادي. بنعمله خبز، بنعمله بديفور، بنعمله بسكوتات، بنعمله غريبه، بنعمله حتى الخبز الافرنجي اللي هو الخبز الفينو، بحيث بالظبط يمارس حياته زي اي انسان طبيعي. وكانت في ورشة عمل كانت 11-11 وتحت رعاية الوزير ومدير المركز ومدير المعهد، وشرفنا بالحضور وزير التومين وأثنى على هذا الموضوع، وإن ابتدى فعلا هيبتدي يعمل دراسة جدوى في إن فعلا للفئة دي كلها نشاط خاص وليها دعم خاص. طيب خلينا مع الفئة دي برضو والأبحاث دي، هل هي في إطار يعني توزيع بس من القسم على مستوى ضيق، ولا دي ممكن تنزل منتجاتها للأسواق نلاقيها مثلا في السوبر ماركت أو في الأفران الطبيعية بحيث إن المريض يقدر يوصل لها بشكل أوسع انتشار؟ دي ده اللي احنا بنعمله. احنا حاليا فعلا بننتج في المخبز وبنبيع داخل المخبز، ومخبز خاص على اساس ما نجيش اي جنبه اي حبايه قمح عشان ما يحصلش اي نوع من الخلط. لكن عندنا استعداد، يعني بالعكس انا من هنا بنادي ان احنا عندنا استعداد. اذا كان في ممكن يكون تسويق مفيش مشكله، عندنا كمان استعداد للتدريب. دي ممكن حضرتك العمليه سهله جدا، ده بالعكس ده ممكن تبقى كنايه لبدايه مشاريع صغيره للشباب ان ممكن حاجه زي كده بتبتدي تتباع والفئه موجوده. وبعض المستشفيات ابتدت تراسلنا بالناس المختصين بهذا بالوحده خبز الذره، وابتدي انهم يبقى في اتصال بينا وابتدوا يبعتوا لنا حالات فعلا وابتدوا ياخدوا مننا الخبز. دي بالنسبه للمخبوزات بنسميها الوقائيه. تاني برضك القسم المخبوزات الصحيه، المخبوزات الصحيه عندنا حضرتك في برضك حالات كثيره جدا، مرضى السكر، مرضى الكوليسترول، تصلب الشرايين، مرضى القلب، ابتدينا نعمل منتجات صحيه كل هدفنا بتكون بسيطه بحيث يسهل تطبيقها. يعني القسم يعني مسؤول عن الجزء بحثي وبعدين تطبيق الابحاث ده بشكل عملي وبيع منتجات. احنا بنحاول دي بقى، يعني حضرتك فعلا كابحاث دي الحمد لله متوفره، وعندنا يعني زي ما قلت لحضرتك القسم يضم 42 ابتداء، 42 ابتداء من رئيس بحوث الى باحث اول الى باحث، وعندنا 50 ما بين باحث مساعد ومهندسين، عندنا فئه كبيره، عندنا 8 معامل، عندنا وحدتين انتاج، وحده اللي هو خبز الذره اللي قلنا لحضرتك اللي هو الفئه المريضة بحساسية الجلوتين، وعندنا وحدة إنتاج مخبوزات بنعمل مخبوزات هي حاليا للأسف مقتصرة على العاملين بالمركز. بنعمل فيه منتجات صحية، بنعمل زي ما قلت لحضرتك بنعمل توست، خلط ما بين دقيق الشعير ودقيق القمح لمريض الكوليسترول أو السكر، بنعمل زي ما حضرتك البقسماط أو الباتونس، بنعمل منتجات عديدة جدا، وفي اللي هي الفئة العادية الفطائر بأنواعها، يعني في ما بين حضرتك عاملين زي جزء للعامة للحاجات العادية وجزء تاني صحي. ومن هنا بصراحة ابتدينا عاوزين نطور، لأن باحثين كتير جدا عندهم الأفكار والأبلايد في إن احنا نعمل حاجات صحية. طب معلش ممكن أعرف عنوانكم فين؟ يعني لو في حد كده من الجماهير حب يشتري المنتجات دي فهو مش عارف أصلا في قسم زي ده وبيبيع حاجات صحية مضمونة، ده بالزبط. حاجة تابعة لوزارة الزراعة وحاجة قائمة على أبحاث. أبحاث وحضرتك ماشيين لا كمان مواصفات قياسية حضرتك، يعني مش عملية كده يعني لا. أنا مش هعتبرها دعاية، هعتبرها خدمة للمواطن بالزبط. إن احنا نقول عنوان المكان ده فين وإزاي ممكن يتعامل معاكم أو ياخد منكم المنتجات. احنا 9 شارع الجامعة، مركز البحوث الزراعية، معهد بحوث تكنولوجيا الاغذيه. لو سال عن معهد بحوث تكنولوجيا الاغذيه عندنا الوحدتين، يا ريت احنا يعني انا من هنا بنادي فعلا يا ريت، احنا عاوزين انتاج اكتر وتسويق اكتر خصوصا حاجه صحيه. عندنا استعداد كمان لتدريب لكل من يرغب يعمل مشروع للتدريب هذه، يعني مش بتضنوا بالفكره، الفكره موجوده بالزبط. اما حضراتكم بتقوموا على الانتاج بقدر محدود على حسب الامكانيات الماديه بالزبط. او الفكره ممكن يعني تدرس او يدرب التدريب عليها لناس عاوزه تفتح مشروعات بالظبط. ده حضرتك احنا كده يعني ده الجانب، ده جانب من القسم. الجانب الاخر الفوكس كبير جدا على الخبز. احنا دايما على اتصال بمعهد المحاصيل الحقليه، لان طبعا لا نقدر ننكر مجهوداتهم طبعا اللي تبع لوزاره الزراعه في انتاجيه القمح. حضرتك انتاجيه القمح طبعا والاصناف الجديده اللي طالعه، احنا على طول بنبقى على اتصال بيه، بناخد الاصناف الجديده بنعملها تقييم كيماوي وتقييم تكنولوجي او ريولوجي بحيث نوجه هذه الاقماح اتجاهها للمخبوزات. اذا كانت اقماح مثلا بتبقى قويه في الجلوتين بتبقى للمخبوزات الخاصه بالزيت زي العيش زي ما بنقول او الخبز، المخبوزات الضعيفه بتبقى للبسكوتات للكيك.
القمح قصدي ضعيف بتبقى للمخبوزات او الكيك، فدايما على اتصال. وبصراحه من قرش اصناف كتيره جدا تم استنباطها من معهد المحاصيل الحقليه، واحنا دايما بيهم على اتصال، بحيث لان حضرتك في الفتره الاخيره طفره في الانتاج حضرتك، يعني لو هنعمل فرق ما بين الانتاج حاليا وصل ل 24 تقريبا اردب في القمح، عن من كام 5 6 سنين فاتت تقريبا كان في حدود 12 او 14. يعني انا طبعا مش ادخل، لانه مش تخصصي قوي ان انا ادخل في حاجه زي كده، لكن في طفره في الانتاج، في طفره في الصفات نفسها التكنولوجيه بتاعت القمح الناتج، فدايما احنا على اتصال بيهم. طيب الاتصال ده يعني بتقيموا الاصناف اللي بينتجها المعهد ولا الاصناف اللي بتعمل المحاصيل الحقليه؟ مش المعهد، احنا بننتج بتقيموا الاصناف اللي بيعملها معهد المحاصيل الحقليه ولا الناتج من الارض المزارع؟ وهل في اختلاف ما بينهم؟ لان هو ممكن يعمل هو اصناف في المعهد، المزارع مش بيزرعها هي، ممكن يكون في اختلاف. لا حضرتك بيبقى على مستوى الجمهوريه، يعني بنجيب اللي مزروع في بني سويف، اللي مزروع في الجيزه، اللي مزروع في سوهاج، على مستوى الجمهوريه مش كنطاق محطه، بيبقى طبعا ناتج زراعيين. فمن خلال ده بتقدروا تعرفوا زي ما حضرتك قلت الانواع القويه والانواع الضعيفه او المتوسطه واتجاهها نوديه فين. الداتا دي، المعلومات دي بتروح فين بعد كده؟ بتروح حضرتك بتبقى عندنا طبعا ليها ملف حضرتك، يعني ممكن الاستفاده منها بشكل طبعاً هايل، بس المهم يحصل بقى لينك او يعني بينكم وبين مراكز اخرى، يعني يتم نشر المعلومات دي. لا اكيد حضرتك، يعني برضك في برضك اتصال مع وزاره التموين، المخابز الكبرى، في علاقه تقريبا، يعني حضرتك متصله بينا وبين في هذه البيانات. طيب حضرتك يا كلمتينا عن مخبوزات صحيه، نعرف عنها اكتر، ايه المخبوزات الصحيه اللي بتقوم على انتاجها؟ المخبوزات الصحيه حضرتك بنديكي مثال، مثلا حاجه بسيطه جدا، احنا المخلفات الزراعيه طلعنا منها في القسم حاجه اسمها فايبر شيل، دي ماده كده زي الجل بنعمل بيها مخبوزات صحيه، بنبقى زودنا نسبه الالياف واسمها الياف غذائيه مش اي الياف. فدي حضرتك معروف ان اي حاجه، اي مخبوزات فيه نسبه الياف عاليه بتبقى طبعا صالحه لمريض السكر، مريض القلب، الكوليسترول، تصلب الشرايين، دي بتدي عائد. في كمان حضرتك بنعمل ادخال بعض المحاصيل او الحبوب الاخرى، يعني بنعمل زي ما قلت لحضرتك احنا بنعمل في الوحده عندنا 50% او 75% شعير والباقي بيبقى دقيق قمح. الشعير بيتميز بحاجه اسمها بيتا جلوكان، البيتا جلوكان ده ماده موجوده في الشعير، البيتا جلوكان ده معروف ليه تاثيره، ابحاث كثيره عديده مش ابحاثنا بس في مصر والابحاث العالميه كلها بتقول ان البيتا جلوكان له تاثير جيد لمرضى الكوليسترول ومرضى السكر، ليها اثر فعال. فدي بنحاول حضرتك ان دي بالنسبه للحاجات الصحيه. في مثلا حضرتك الحلبه، وزمان احنا في ريف كنا بنستخدمها في الخبز، في حاجه اسمها جلاكتومنان في الحلبه، دي ليه برضك حضرتك تاثير جيد جدا على مرضى السكر خاصه النوع الثاني. الحته اللي احب انوه عنها بس خلينا مع المخبوزات الصحيه قبل ما ننتقل لحاجه ثانيه يا فندم. وحضرتك ذكرتي لي المخلفات الزراعيه، لما بيتبادر لذهني كده المخلفات الزراعيه بيتبادر لنا الاعلاف على طول، ده احنا ممكن نكون بنستخدمها عشان نعملها اعلاف للماشيه او للدواجن. لا لا لا. ودي الابحاث اللي حصلت وفعلا بيستخدموها في كده زي قش الرز او غيره. هنا احنا بنستخدمها كغذاء للانسان او كمخبوزات للانسان، فنعرف ايه ابرز المخلفات الزراعيه دي؟ يعني كلميني عنها عشان نبقى برضه محددين الفوارق، فايه هي المخلفات الزراعيه اللي بتستخدم وبتعملوا منها مخبوزات شكلها ايه؟ اوكي حضرتك، بالنسبه حضرتك المخلفات الزراعيه احنا لازم نعملها تكنيك او تكنولوجي معين عشان نوصلها وندخلها كماده غذائيه. أيوة. دي من ضمن الحاجات. في عندنا بعض الحاجات حضرتك كسر الرز مثلا ما بيستعملوش حضرتك، زي ما قلت حضرتك القش ممكن، بس طبعا ما بنستخدموش كعلف حيواني، بنحاول نعمله بتكنيك معين وبتبقى بدرجه معينه من الطحن والتكنيك بحيث نعمل منه فايبر جيل من الالياف. فدي بتقول حضرتك بدل ما يبقى استهلاكه معدوم الى حد ما بنحاول نحوله الى ماده غذائيه نافعه وبندخلها في المخبوزات. وده العديد يعني من شيء مكلف ولا شيء مش لا مكلف. حضرتك بنعمل تكنيك بسيط جدا، ما فيش يعني بحيث مش مكلف او استخلاص او حاجه زي، لا دي بنحاول بقدر الامكان حاجات بسيطه جدا. بعد كده بيجرى ابحاث على انه مثلا المريض اللي بيستخدم هذه المخبوزات بيحصل له نوع من التطور، بيحصل نوع من السيطره على المرض، صحته بتتحسن. دي انا اقول لحضرتك فيها عشان طبعا اكون معاك واضحه، دي لما بنعمل بحث زي كده لازم بنستعين بالطبيب، لان تخصصنا احنا لحد معين الماده الغذائيه وغنيه بكذا، سي مثلا بالبيتا جلوكان او الجلاكتومنان او غنيه بالالياف. طبعا انا دورنا بيقف لغايه هنا. أيوه. الدور الثاني بيبقى لازم يبقى فيه معانا تعاون ناحيه طبيه.
يعني بتصيروا جنب لجنب مع اطباء معينين هم زي حاليا حضرتك الجزء بتاع اللي هم الفري جلوتين اللي هم فطبعا بندي الطبيب بياخد الحاله الصحيه فعلا فيها مثلا تطوير كويس ولا حضرتك ولا فيها تدهور ولا لا. فالحمد لله لغايه دلوقتي بالعكس في استجابه وفي تعود. الاماكن اللي بتقبل على شراء المنتجات بتاعه المعهد يا فندم ابرز الاماكن دي ايه؟ من ناحيه المستهلك؟ اه حضرتك هو المكان عندنا في المعهد نفسه جوه المركز البحوث. للاسف حاليا زي ما بقول حضرتك بيقتصر على العاملين بالمركز، لكن حضرتك الجزء بتاع الفرجولات لما ابتدى العمليه ان تعرف ابتدت ناس فعلا المرضى ابتدوا من محافظات مختلفه وليس القاهره او الجيزه بس ولكن محافظات اخرى ابتدت انها تيجي وتتواجد، وفي فعلا بعض الناس اثبتوا وجودهم حبوا يتعلموا في مثلا ناس جم احنا ما نقدرش نيجي كل يوم من سوهاج او ما نقدرش نيجي من قريه بعيده، ففي ناس فعلا مرناهم وابتدى يعملوا وابتدوا يتصلوا بينا يقولوا طبعنا كل ده طبعا بالباحثين القائمين بهذه الوحده. حضرتك كنت عايزه تكلميني عن نقطه ثانيه وانا قطعت حضرتك بس لاستكمال النقطه فيما يتعلق بالمخلفات الزراعيه، احنا اتكلمنا عن يعني المخبوزات الصحيه في مخبوزات وقائيه. ايوه اتكلمنا عن حضرتك اللي هي بتاعت الفيرجلوتين اللي هي معموله من ان احنا نقي الانسان ان هو يتعرض لحاجه لو هو مش صح بالنسبه له ان ياكل القمح. طيب العجائن الغذائيه دي هل هي بس اللي بنرفع فيها يعني العجائن الغذائيه تبقى شامله حضرتك هو كل الحاجات دي. كل الحاجات دي بالاضافه للاضافات الجديده يعني اي اضافه تاني بنبتدي نحطها بنقول دي عجائن غذائيه زي ما قلت حضرتك يعني مثلا في مثلا لمرضى السكر بندخل في العجائن نعمل بديل للسكر لده المريض السكر او الناس اللي عندهم بدانه وعاوزين يلجاوا للحميه او للدايت دي بنجيب بدائل للسكر دي بتبقى برضك في اتصال مع معهد المحاصيل السكريه عندنا تابع المركز زي مثلا في نبات اسمه نبات الاستافيا ده بديل للسكر يعني مش عاوز اعمل دعايه واعلان للمعهد لكن مثلا هذا النبات المعلقه منه المستخلص بتاع النبات المعلقه منه تساوي ما بين من 200 ل 150 معلقه سكر والسعرات الحراريه صفر. فابتدينا فعلا نلجا احنا بادينه تقريبا من سنه 96 بالتعاون مع معهد المحاصيل السكريه. نبدا ان احنا فعلا دخلنا في مخبوزات لغايه ما وصلنا ان احنا عملنا اختزال او عملنا ريديوسنج للشوجر بنسبه 75%. هل ده يعني ده حاجه هايله حضرتك بتكلميني عن شيء هايل جدا بس هي الفكره في التسويق. يعني بينقصكم جانب تسويقي علشان نبتدي يعني نعمل الموضوع ده على سكيل واسع؟ هو هقول لحضرتك هو عموما احنا بينقصنا شيء معين في البحث العلمي ككل بصرف النظر زراعه اي غيره ان احنا عندنا الابحاث عندنا الافكار عندنا باحثين عندنا ناس نشطاء المحتاجه الابلايد زي ما قلت الانتشار او التسويق انها فعلا تنفذ مش مجرد بحث وبعد كده الترقيه او يبقى على الرف هي الاستمراريه لكن فعلا في ابتدت يعني حاليا في الفتره الحاليه في فعلا حاجات ابتدت تشوف النور وابتدى فعلا الناس ابتدت تيجي وتتعرف وعاوزه تعرف ده ايه. من ضمن برضك العجائن الغذائيه زي ما قلت لحضرتك ان احنا بنعمل غير بدائل السكر بدائل القمح دي من ضمن الخطه بتاعت الدوله. فاحنا دي برضك حطينا ابتدينا نستخدم الشعير استخدمنا الذره استخدمنا الذره الرفيعه. دي حاجات كان بيتكلم عنها يعني علماء كتير قوي من سنين طويله ان احنا نخلط القمح بالذره علشان ما عندناش يعني ما يكفي من القمح وقالوا انه حتى الرغيف ده هيبقى كويس جدا بس ما تمش تعميم التجربه. لا هي مش تعميم التجربه اقول لحضرتك يعني هي نقطه احنا حاليا شغالين ابحاث عليها ابحاث تطبيقيه وسهله جدا في ان احنا ندخل الذره حبه الذره وليس اقول دي الذره حبه الذره في الخبز. هي ابتدينا العمليه دي فعلا سنه 92 96 كانت قابلتهم مشكله الطحن ان الطحن عدم الطحن الجيد للذره فبالتالي كان الخبز يطلع مجرد ساعه ساعتين كويس فارول. جدا بالظبط مفيش ساعتين يبتدي يفرول وكده لكن احنا الحمد لله حاليا ماشيين في ابحاث وتم تطبيقها فعلا يعني اتعمل البحث وتم تطبيقه في ان احنا ندخل الذره في الخبز بالخبز البلدي ودخلنا في خبز اللي هو استخلاص 72 وده نتيجه جيده جدا جدا ادانا درجه طراوه ادانا فصل طبقتين ادانا مش عاوزه اقول يعني مش عاوزه اعمل ان البحث يعني لسه فادانا زياده كمان في الانتاج. طيب انا هرجع لحضرتك تاني بس معانا بعض الاتصالات الهاتفيه. مهندس عاصم معانا على التليفون اهلا بيك. اهلا مدام نهله. اهلا وسهلا فيك. اهلا يا دكتوره يا مرحب بيكي. اهلا وسهلا. والله احنا من احلى الناس او احسن اقماح في العالم الاقماح المصريه. دي حاجه احنا معروفه. اصناف الاقماح بتاعتنا احلى اقماح لكن هي طريقه الطحن والاستخلاص هي اللي هي متاخره شويه عن فرنسا وعن استراليا لكن احلى دي معروفه اقماحنا. احنا كمصريين من قدماء المصريين
واحنا بنخلط عيشنا باكثر من حاجه. يعني احنا لما اجت المطاحن وطحنت اضافت الذره للقمح فشلوا، لكن احنا جدودنا وجدود جدودنا كانوا بيخلطوا الذره مع القمح وبناكل اطعم عيش بقالنا من الاف السنين. كانوا بيضيفوا الحلبه، كانوا بينخلوا بياخدوا درجه واحد واثنين وثلاثه. عارفين ازاي؟ يعني الاكل الصحي كان، العيش الصحي كان موجود. يعني اضافات في الحلبه واضافات بعض الحاجات التانيه، في حاجات تانيه كانوا فيها انا مش فاكرها، انا وانا صغير يعني فاكر الكلام ده. لكن كان العيش بيقعد لا بيفرول زي الدكتوره ما بتقول بعد ساعتين، كان بيقعد بالشهرين ثلاثه اللي فيه الذره، كان منضاف عليه الذره. لكن هي طريقه اعداده. وبعدين عاداتنا الغذائيه، احنا عندنا عاده اللي هي لازم تتغير بالنسبه للخبز. احنا اكبر مستهلك في العالم الشخصي الانساني، يعني الفرد الواحد للخبز 150 كيلو. اقصى واحد بقى قبلينا حاجة و80 أو 90 كيلو. إحنا استخدامنا يعني لازم العادات الغذائية تتغير. إحنا الإضافات اللي بتقول عليها الدكتورة بالنسبة للسكر والكلى وأمراض تانية ممكن نستفيد بيها، لكن إحنا من آلاف السنين وإحنا بنضيف الحلبة بنضيف الذرة الذرة. وفترة من الفترات كان مفيش حبوب، كنا بنضيف الذرة الصفراء. انا فاكرها كويس قوي. لسه الفلاحين بيخبزوا بالطريقه دي ولا خلاص بقى؟ ايوه ما زالوا لا بقول لك في فتره من فترات ما كانش فيها ضفنا الدوره الصفراء، وكان عيش بيتاكل لا كفايه ريحه العيش. هي طريقه الاعداد والضمير والذمه يا بس. لكن احنا لغايه دلوقتي بنشتهون على رغيف العيش اللي بنقول عليه الفلاحي مش لكن هي بدها تغيير عادات، بدها الابحاث دي ناخدها. مثلا اللي عنده سكر ونخبزها في البيت، نخبزها في الفرن. احنا لو حضرتك عندك سؤال بقى ممكن نفيدك في الوصفه كده سريعا دلوقتي على الهوا. ما انا بقول اهو، ما انا بتكلم معاها. الاضافات اللي بتقولها بالنسبه للسكر والكلام ده، الحاجات اللي بنضيفها، ايوه ممكن ادخل حاجات كمان اللي صحيح. يعني نطحن الكون ده اللي هو الرز وندخله، كان بيدخلوه وبيتعمل منه عجائن للحلويات. انا بتكلم دي حاجات موروثه من الاف السنين. يا ريت نرجع بس لعاداتنا القديمه ونحافظ عليها. شكرا يا باشمهندس عاطف. تاخد الحاجات الكويسه، انا ما بتكلمش كلها قديمه. يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا يا باشمهندس، شكرا جزيلا لحضرتك ولمشاركتك معانا الدائمه. يعني هو تعقيبا كلام البشمهندس هو كلامه صح فعلا، وفعلا هو في مدخل كنت فعلا عاوزه اتكلم فيه اللي هو اعاده تراثنا. يعني زمان كان معروف الريف المصري يعتمد على نفسه، ما كانش في عنده استهلاك زي حاليا، انه يبقى في مخبز ويروح يشتري. عمرنا ما سمعنا، كانت بالنسبه لنا حاجه غريبه جدا ان ممكن نلاقي السيده الريفيه او الرجل الريفي انه يروح يشتري من المخبز. معروف ان حاجته بسال باشمهندس بالعكس دلوقتي ناس كثيره بتعتمد على كده للاسف. هل تتخيلي حضرتك انه قريب جدا في متجر سوبر ماركت مشهور العيش البتاو ده محطوطه بسعر خيالي؟ يعني هي هل وصلت؟ طب احنا فعلا دي من هنا، انا من هنا بالنادي احياء تراثنا، احياء عاداتنا الغذائيه، ان احنا نحاول للسيده الريفيه او للراجل الريفي نسهل له. مش هنقول له اعمل لك فرن وجيب الحطب واعمل زي الاول، لا احنا عندنا برضو بالقسم في عملنا ديزاين لفرن صغير بيستخدم طاقه يعني قليله وليس طاقه نقول استهلاك طاقه شديد. بتعمل نرجع تاني انها تعمل الخبز بتاعها المرحرح والبتاو والخبز البلدي بتاع الريف زمان، احنا كنا بنفرح بيه قوي وكان يقعد فتره كبيره. فدي فعلا من هنا بالنادي يا ريت فعلا نعمل احياء لهذه العادات الغذائيه. هلكي العيش البلدي فعلا زي ما قال كان بيتحط فيه حلبه، وكان زمان بيطحنوا فيه باميه وبيتحط فيه باميه على اساس كماده صمغيه. الذره وفعلا الطعم، الحاجات دي فعلا بقت قليله جدا حضرتك، ما بقتش زي الاول. فبنرجع ليه ما نرجعش تاني ان الريف المصري
منتج. يرجع بصرف يعتمد على، مش هنقول منتج لا، اعتمد على نفسك في داخل إطار منتج لغذائه على الاقل، لغذاء الاسره يعني. فتخيلي حضرتك ممكن هيبقى توفير استهلاك قد ايه، وهيبقى كمان توفير يعني ناحيه اقتصاديه قد ايه في الظروف الاقتصاديه اللي احنا فيها حاليا. فدي فعلا يا ريت فعلا نعمل حمله بحاجه زي كده باعاده التراث. ممكن احنا مستعدين نروح الريف ونبتدي نديهم خطوات سهله، عمليه الديزاين الفرن اللي احنا عاملينه داخل القصر يبتدي يتم توزيعه بجهات طبعا مشتركه يعني. ده شيء طبيعي يعني، ده فكره هايله جدا. حضرتك تتواجدي مثلا، هل في قوه ممكن تساعدنا؟ هل محتاجين مساعد ارشاد زراعي او غيره؟ ايه اللي محتاجينه عشان تسوقوا الافكار دي في القرى المصريه كلها؟ لان هم صعب يوصلوا لمقر حضرتك في 9 شارع الجامعة. لا احنا مستعدين لغايه ما هي دي حضرتك، احنا بنقول لحضرتك احنا مستعدين، احنا عاوزين بقول لحضرتك نعمل حمله مش معناه انهم يجوا عندنا. أيوه. ان احنا نروح لغايه عندهم. تمام. ونبدا بطريقه سهله وبسيطه يعني. حضرتك تتخيل ان احنا عاملين ديزاين فرن ممكن تخبز عليه الخبز البلدي، وناتج التيار الساخن اللي موجود ممكن تنتج ماء ساخن عندها. طب انا هتكلم عن فكره الفرن ده، بس هستقبل تليفون وارجع لحضرتك اعرف تفاصيل اكتر عنه. معنا الحاج جمعه، اهلا بحضرتك يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله يا فندم، ربنا يبارك فيكي. اتفضل يا فندم. اهلا وسهلا، ازيك يا استاذه؟ ربنا يبارك فيك. والله يعني بس عجبني كلام الدكتوره، لكن انا عايز بس ادي حاجه، ان الريف يا استاذه ما عادش الريف زي زمان. دلوقتي الفران العيش في كل مكان في الريف، والرغيف بشلن، الرغيف بشلن. المشكله ان الرغيف ابو شلن ده يعني النهارده الرغيف رخيص. النهارده هم حولوا التومين الى فلوس، يعني بيدوا له مثلا الفرد له 15 جنيه ولا حاجه، بياخد بيهم يعني حاجات زي رز زي زيت زي كذا. العيش النهارده لما يبقى الرغيف بشلن، لما يبقى النهارده بتاع الفرن بياخد 35 قرش على الرغيف او 30، وياخد شلن من الزبون. الفلاح هيخبز لو ان العيش المنظومه دي اتغيرت. طيب تتغير ازاي؟ انا عايز اقول هم عملوا التومين نظام الفلوس، ويشتري بالسعر الحر ويجيب من اي واحد بتاع تومين. برضو العيش يا ريت يعملوه كده، يعني ياخد فلوس ويشتري سوق حر. لو اتعمل السوق الحر للعيش انه الرغيف يبقى انا هاخد الدعم بتاعه فلوس واشتريه ب30 ب40، الفلاحين هتخبز تاني وهيعملوا العيش ابو الحلبه والعيش ابو الدره، وهيعملوا كل. انما طولما الرغيف بشلن دي مش موجوده في العالم كله، العالم كله ما فيش فيه الرغيف بشلن. لو حولنا الدعم الى فلوس يشتري هو الرغيف ب40 ب50 ب30 وخد الفلوس الفارق هو، هنحل مشكله الفلاح هيخبز زي زمان وكل شيء هيرجع زي زمان تاني. انما النهارده الفران الفرن العيش مال الاماكن في الريف، وكان زمان الواحد لما يروح يجيب عيش من الفرن كان يبقى عيبه فضيحه. لازم يخبز. النهارده ما عادش، ده هو بيتباهى ان هو جاب عيش اكتر من جار. صحيح. فيا ريت يحولوها لفلوس، تحرير سعر الدقيق يعني. يعني هم عملوها في التومين بياخد فلوس، وبيشتري تومين الزيت ب 9 جنيه ب 10 جنيه ب 5، برضه يعملوها كده. اقسم بالله الفلاحين كلهم هيخبزوا، وهنشيل عبء على الحكومه ونوفر فلوس كتير. افكار جميله هي بتطرح من خلال البرنامج. شكرا للحاج جمعه، شكرا جزيلا لحضرتك. وقبل ما نختم الفقره بس نعرف من حضرتك موضوع الفرن، واهم يعني الافكار اللي حضرتك تحبي تقوليها لنا في نهايه الفقره ممكن الناس تستفيد منها من ابحاثكم. هو موضوع الفرن، هو دوبك فرن حجم صغير بالكروسين او بالغاز بحيث ما يستهلكش كمية يعني تبقى مكلفه عليها. هي الفكره كلها ناتج زي اي فرن عادي تبتدي تخبز فيه، بنعمل له توصيله بحيث السخونه بتاعت الفرن تتسلط على، طبعا انا مش هندسه لكن بقول لحضرتك بايجاز يعني، لكن طبعا في هندسه تصنيع داخله معانا، بحيث تتسلط على المواسير الماء بحيث المياه تستغل الحراره اللي طالعه من الفرن في استخدام ماء ساخن. في كمان الجزء اللي ممكن الخارجي انها ممكن تبقى تعمل عمليه اثناء عمليه الخبيز، ممكن تعمل عمليه طهي. فاذا في توفير في كذا، دي حاجه جديده، لان فعلا مش هرجع اقول لسيده ريفيه اعملي الفرن واعملي حطب زي الاول. وحاليا دلوقتي للاسف دي بتبقى قله. حته ثانيه معلش احب اضيفها قبل، الخبز المصري او اللي بنسميه الخبز البلدي، واحنا في مصر بنسميه العيش المصري. انا رحت كذا دوله عربيه، هناك بيتسابقوا في المتاجر على الخبز المصري.
هناك بيبقى العامل المصري بينتج الخبز. مش قادر اقول لحضرتك بنقف توابير مع الاخوه العرب اللي هم من البلد نفسها. ولدرجه انا في بلد قعدت فيها فتره جت شكوى ان المصريين بياخدوا الخبز المصري كله واحنا مش عارفين ناخد. ولدرجه اتكتبت يافطه كده ان احنا هناخد يعني كل واحد ليه محدود بسعره معين. وكمان في يافطه بتتحدد الاوقات اللي بتعمل فيها الخبز المصري، بيعملوا ثلاثه شيفت، فتره الصبح وفتره العصر وفتره حضرتك بالليل. كلنا عشان اللي عاوز ياخد كميه اكبر كنا كلنا بنروح الوقت اللي هو بتاع الصبح. فكنت بفرح جدا وانا في هذه الدوله العربيه ان بص الاقي طابور وهم يقول لك الاخوه العرب الخبز المصري وتسابقوا عليه وبتاع، برغم ان عندهم نوع من الخبز بيسموه الخبز الحبه الكامله، لكن اليوم يتهفتوا والكميه اللي بياخدوها مش قادر اقول لحضرتك، يعني كنت ببقى سعيده. فاذا الخبز بتاعنا ليه اهميه مش في مصر بس، ولكن يمكن على مستوى الدول العربيه. حضرتك لو تلاحظي في المانيا واوروبا ابتدوا بيعملوا حاجه شبيهه بالخبز الشمسي بتاعنا بتاع الصعيد. فاذا احنا نقول احنا منبع الخبز الصحي، الخبز كحبة كاملة أو الخبز بتاعنا البلدي باستخلاص 82 حضرتك فيه نخالة، في جزء كبير جدا من حبة القمح. إذا خبز عندي قيمة غذائية. منظومة الخبز أنا يعني ما شاء الله نقول قرار يعني قرار جريء، ومش قادرة أقول إن تبقى ضربة مميتة أو ضربة قد ضربة مميتة فعلا للسوق السوداء. ومنظومة الخبز فعلا الواحد ما بيصدقش إن حاليا ده الرغيف اللي قدامي أبو 5 قروش، ده انا ببص ما ببقاش مصدقه في حصل تحسين في الجوده ويعني تقليل الفاقد في الدعم. بالظبط. احنا من هنا بقى عاوزين يبقى لينا دور كمركز بحوث او كمعهد بحوث تكنولوجيا، التوعيه والارشاد في استهلاك الخبز، ما نرميش منه قطعه واحده. حضرتك احنا نشوف عددنا سنويا 2 مليون بنزيد، لو كل واحد رمى قطعه خبز فيها مليارات اهدار. اهو زي ما قال فعلا بيقول الرغيف 35 وبتباع بشلم. شوف الدوله. طيب احنا دي اللي عاوزين نعمله، الخبز كويس جدا، عاوزين برضو نعمل ابحاث في تدعيمه اذا كان في جوده احسن ما فيش اي مشاكل، ودي من ضمن اهداف قسمنا اللي هي تحسين جوده الخبز، رفع القيمه الغذائيه ليه. الحته عاوزين التوعيه، التوعيه من الام ازاي استهلك رغيف الخبز ما ارميش منه قطع، ليه ما اقطعوش نظام 4 أو نص واعمل ساندوتش لولادي الصبح كقيمه غذائيه. أنا مش ضد العيش الفينو أو، لكن شوف حضرتك لما بأدي الابن الصبح قطعة جبنة وفيها ربع رغيف، ده فيها كل الفيتامينز بالذات مظبوطة فيتامين بي في النخالة، اديته حاجة كويسة ما تعملوش سوء في الهضم مع قطعة جبنة، اديت لابني وجبة نظيفة متكاملة بالظبط. فدي اللي بختم بيها، إن احنا نتعاون وإن شاء الله احنا في تطوير مستمر، ونقول أعمل دعوة لمعهد بحوث التكنولوجيا الأغذية، مركز البحوث الزراعية، قسم الخبز والعجائن، إن شاء الله هنعمل منتجات جديدة قريب، وإن شاء الله تشرفونا إن شاء الله في افتتاح هذه المنتجات الجديدة. إن شاء الله نكون مع حضراتكم ومع كل حاجة صحية ونظيفة وآمنة تصل للمواطنين. بشكر جهود حضراتكم في تحسين يعني جودة الخبز وفي تقديم خبز صالح للمرضى أو يعني اللي بيعانوا من ظروف صحية معينة. شكرا جزيلا لحضرتك الدكتورة إيمان محمد سالم، رئيس قسم الخبز والعجائن الغذائية بمعهد تكنولوجيا الغذاء. شكرا جزيلا. بعد الفاصل أعزائي المشاهدين هيكون لنا لقاء آخر عن الثروة الحيوانية، هنتكلم عن الأمراض اللي بتصيب ثروتنا الحيوانية وإزاي ممكن نقضي عليها وإزاي ممكن نحسن السلالات المصرية حتى تصبح أكثر إنتاجا سواء على مستوى اللحوم أو على مستوى الألبان. تابعونا بعد الفاصل.